السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى أخوات في العالم. شرح اليوم هنتعلم فيه إزاي نضاعف صوت الوسائط. طيب قبل ما نبدأ شرح اليوم ونشوف الخاصية ديت، لو حضرتك أول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب، أكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد. وأتمنى من كل أخواتي وأصدقائي مشاركة الفيديو علشان المعلومة توصل للغير. وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة. أول حاجة هنعملها مع حضراتكم مباشر، هننزل ستارة الإشعارات، هنضغط على الصوت ضغطة مطولة بالشكل ده، وبعدين هننزل شوية كده هنلاقي حاجة اسمها درجة الصوت. هندخل على درجة الصوت، ودي المستويات. أنا عايز الثلاث نقاط اللي من فوق هنا، زي ما حضرتك شايف هنا في ثلاث نقاط، هضغط عليهم هلاقي حاجة اسمها حد مستوى صوت الوسائط. هندخل جواه، هنفعل الزرار ده ونسحب المستوى ده للآخر، وبكده حضرتك ضعفت صوت الوسائط زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. جربوها واكتبوا لي في التعليقات، وبكده يكون انتهى شرح اليوم. أتمنى أن أنا أكون أفدت حضرتك ولو بمعلومة، ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك، اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.